بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا. قال المصنف الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن ومن باب السواك، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، عم ذلك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. أمر بالسواك لكل صلاة. يحتج بهذا الحديث من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة، وكان معلوما أن حكم التيمم الذي جعل بدلا عنها مثلها في الوجوب، فلما وقع التخفيف بالعفو عن الأصل ولم يذكر سقوط التيمم كان باقيا على حكمه الأول، وهو قول علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما والنخعي وقتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. فإن سئل على هذا فقيل: فهل كان التيمم تبعا له في السقوط كهو في الوجوب؟ قيل: الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعا لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ، وليس مع من أسقطه إلا معنى يحتمل ما ادعاه ويحتمل غيره، والنسخ لا يقع بالقياس ولا بالأمور التي فيها احتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما برح الحديث في هذه اللقاءات في شرح كتاب معالم السنن للإمام الخطابي حمد بن محمد الخطابي البستي، الذي شرح فيه سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، وهو من الكتب الستة، أحد الكتب الستة التي من المعلوم أن عليها مدار الحديث في الإسلام. يعني يدور الحديث، معظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور حول هذه الكتب الستة، وما يتفرع عنها كذلك، تفرع عنها كتب أخرى في طبقات كتب الحديث كثيرة، لكن هذه المدار عليها، على هذه، وهي الصحيحان والسنن الأربعة. الكتب الستة معروف أنها الصحيحان والسنن الأربعة، وأحد هذه السنن سنن أبي داود رحمه الله، الذي محضه وجعله مختصا، إن لم يكن كل أحاديثه فجلها في أحاديث الأحكام. وشرح الإمام الخطابي في هذا الكتاب المختصر، الشرح المختصر الذي كان من أوائل الشروح لسنن أبي داود، فهو الآن يتكلم أو كأنه ما سمى الإمام أبو داود، لم يسمي هذا الموضوع الذي يتعلق بكلام على السواك وأحكامه، ما يتعلق بكل ما يتصل بالسواك من حيث الأحكام والفضائل والكيفية وغير ذلك مما يتصل بهذا الموضوع، لم يسمه أبو داود رحمه الله كتاب السواك، ولكن وضع هذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله يعني كأنها بمثابة كتاب مستقل، أو تصلح أن تكون كتابا مستقلا وإن كان صغيرا، فلأن فيه جملة أبواب
لأن في جملة أبواب ذكر أبو داود رحمه الله في هذا الموضوع أو فيما يتعلق بالسواك جملة من الأبواب، وهي ستة أبواب، ذكر فيه ستة أبواب تضمنت هذه الأبواب، يعني أبواب لكن موضوع واحد. الأبواب لما تكون مش منتظمة لموضوع واحد أو متعلقة بموضوع واحد عادة العلماء يجعلونه كتابا، كما صنع مثلا الإمام الحافظ بن حجر في كتابه الشهير بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لما جاء في آخر الكتاب في آخر كتابه جعل كتابا أسماه الجامع، كتاب الجامع، كتاب الجامع من بلوغ المرام. هذا الكتاب كتاب الجامع يصلح أن يكون كتابا مستقلا برأسه، لأنه ذكر فيه جملة أبواب، كتاب الجامع من بلوغ المرام، هو من بلوغ المرام، من بلوغ المرام، لكنه كتاب لأن فيه جملة أبواب، فيه ستة أبواب، في كل باب مجموعة من الأحاديث. الباب الأول من هذا الكتاب الجامع في كتاب إيش؟ كتاب الأدب، ثم كتاب البر باب الأدب، باب الأدب من كتاب الجامع، هو سماه كتاب الجامع الذي هو في آخر كتب بلوغ المرام، يعني مثل كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب البيوع، جعل آخر كتاب من كتاب من كتب هذا الكتاب الشهير والعظيم بلوغ المرام الذي يسماه الذي أسماه بلوغ المرام، جعله كتاب الجامع، وجعل تحته ستة أبواب، وهي كتاب الأدب، ثم كتاب البر والصلة، ثم كتاب الترغيب في محاسن الأخلاق، ثم كتاب الترهيب من باب الترغيب من في محاسن الأخلاق، ثم باب الترغيب الترهيب من مساوئ الأخلاق، ثم باب الورع، ثم باب الذكر والدعاء، آخر أبواب كتاب الجامع من بلوغ المرام. لكن هنا يعني هذا لما كانت جملة أبواب كلها متنوعة، موضوعة منوعة، سماها لذلك الحافظ بن حجر سماه كتاب الجامع، من ضمن يعني جعله الكتاب الأخير من كتب من مجموعة الكتب التي يتألف منها كتابه بلوغ المرام. هنا ما لا أدري السبب الذي لعل السبب الذي جعل الإمام أبو دا الذي جعل الإمام أبا داود رحمه الله لا يقول كتاب السواك، كان ممكن أن يقول كتاب السواك، لعل ذلك لصغر هذا الموضوع أو لصغر يعني أحاديث، قلة أحاديث، لأن الذي ذكره صاحب جمع الفوائد الروداني رحمه الله، الذي جمع الفوائد بين جامع الأصول ومجمع الزوائد، جمع فيه أحاديث جامع الأصول لابن الأثير للإمام المبارك أبو السعادات المبارك ابن الأثير رحمه الله، وكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ الهيتمي تلميذ الحافظ العرقي، جمع بينهم في كتاب سماه جمع الفوائد، وتضمن أكثر من عشرة آلاف حديث، ما يربو على 10,000 حديث، لأنه جمع بين هذين الكتابين الواسعين العظيمين جامع الأصول من أحاديث، وهما جامع الأصول لابن الأثير وكتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيتمي ترميذ الحافظ العراقي. المهم أن صاحب هذا الكتاب ذكر فيه الأحاديث المتعلقة بالسواك 21 حديثا، ذكر 21 حديثا، هذه الأحاديث المتعلقة بالسواك، يعني قليلة، أحاديث قليلة، 21 حديث، لا لذلك لم وإن كان طريقة يعني هو ذكر في أبواب، أن وإن كان يعني الإمام أبو داود ذكر هذه الأحاديث في جملة أبواب، هو ما ذكر 21 حديث، هو ذكر 13 حديثا فقط، 13 حديث قليلة، وبوب عليها، لأنه قلنا كما قلنا في المدخل إلى السنن في السابق أن طريقته رحمه الله أن طريقة أبي داود رحمه الله أنه لما يعقد الترجمة للباب يذكر في هذا الباب حديثا واحدا أو اثنين في الغالب، يذكر كم حديث أو حديثين في الغالب، أحيانا ثلاثة. هنا تطبيق عملي أو برهان على هذا الكلام، ففي هذا الموضوع موضوع السواك الذي هو بمثابة الكتاب، يعني يصلح أن يقول كتاب السواك، لأنه في جملة أبواب، لأن تحته جملة أبواب، وفي كل باب فيه حديثان فقط إلا بابا واحدا في 3 أحاديث.
المهم أن هذا الموضوع وهو موضوع السواك ذكر فيه أبو داود رحمه الله 6 أبواب. ما هي الأبواب؟ لأن هذا شرح القطابي رحمه الله يشرح السنن، لكنه كما تقدم مرارا قلنا أنه لا يشرح كل حديث من لا يشرح كل حديث من سنن أبي داود، وإنما يأتي إلى الباب الذي يرى أنه حتى الباب يتخير الأبواب، يأتي إلى الباب الذي يرى أنه بحاجة إلى أن يشرح أحاديثه فيأتي إلى هذا الباب. وحتى أحاديث الباب هذا الذي اختاره لا يشرحها كلها، لا يشرحها كلها، وإنما يشرح ما يرى أنه يحتاج بحاجة إلى الشرح، فيذكر في هذا الشرح ما يتعلق بهذا الباب، فيكون بشرحه لهذا الحديث الذي هو ليس كل أحاديث الباب كأنه شرح الباب كله. لأنه كما سمعتم أن أبا داود رحمه الله إنما يذكر عادة في الغالب حديثا أو حديثين، ما يكثر، إنما يذكر حديثا واحدا أو حديثين، ربما ذكر 3 أحاديث أحيانا كما في هذا الموضوع موضوع السواك. في أحد الأبواب كلها 6 فيها، كلها فيها حديثان إلا بابا واحدا ففي 3 أحاديث، فصار المجموع كم؟ 13 حديثا، 13 حديثا. هذه الأبواب التي أوردها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله هي كما قلنا 6 أبواب، وهي باب السواك الأول هذا الذي تكلمنا فيه في اللقاء الماضي عن حديث لولا أن أشق على أمتي أو على المؤمنين كما هو لفظ أبي داود، على أمتي على المؤمنين، المؤمنين أو الأمة الإسلامية هم المقصود واحد، لكن لفظ الشيخين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث تكلمنا عنه في اللقاء السابق، وفي باب السواك هذا الباب فيه 3 أحاديث ذكر فيه أبو داود رحمه الله، هو الباب الحديث هذا الذي فيه 3 أحاديث، بقية الأبواب كلها في كل واحد منها حديثان. الباب الذي بعده باب كيف يستاك، الأحاديث التي تبين كيفية الاستياك، كيف يستاك بالعرض بالطول من اليمين إلى الشمال من فوق إلى تحت، كيفية السواك فيه حديث واحد. وباب في الرجل يستاك بسواك غيره، هذا الباب الثالث. الباب الرابع باب غسل السواك، أيضا فيه حديثان بل حديث واحد. الخامس باب السواك من الفطرة، السواك أحد خصال الفطرة 10 كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، فيه حديثان. أو الباب السادس وهو الأخير، وهو باب السواك لمن قام بالليل، باب السواك لمن قام بالليل، وفيه 4 أحاديث. الإمام الخطابي لما شرح هذا الكتاب أو هذا الذي هو بمثابة كتاب وهو موضوع السواك في أبوابه 6 التي ذكرها الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله، إنما تخير 5 أبواب فقط التي شرحها، 5 أبواب من 6. وهذه الأبواب هي نفس طبعاً لأنه شرح للسنن، ما لا شك في هذا. 5 أبواب هي هذه الأبواب التي ذكرها أبو داود رحمه الله باستثناء الباب الثاني، باب كيف يستاك، هذا لم يتعرض له الإمام الخطابي بشيء في الباب الذي فيه حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي بعد قليل، في أنها كانت تأخذ السواك من النبي صلى الله عليه وسلم ف تدخله في فمها ويعني تتسوك بها وتستاك به ثم تخرجه فتغسله وتعطيه له صلى الله عليه وسلم لأنه أمرها بذلك. فهذا الباب لم يتعرض له الإمام الخطابي بشيء بالشرح، لكن طبعا الشارحون الآخرون تكلموا عليه، شراح سنن أبي داود شرحوا هذا الباب وهذا الحديث في كتبهم مثل ما صنع صاحب عون المعبود، وكذلك صاحب بذل المجهود، وكما صنع غيرهم من الشراح كذلك حتى في كتب أحاديث الأحكام الأخرى مثل نيل الأوطار ومثل شروح بلوغ المرام تكلموا على شرح هذا الحديث، لكن أقصد الخطابي رحمه الله لأن هذه طريقته، لا يأتي لا يشرح كل باب، وإنما يأتي إلى الأبواب الذي يرى أنه بحاجة إلى شرح أحاديثه، وحتى الأحاديث يتخير منها ما يرى
حديث الأباب يتخير منها ما يرى أنه بحاجة إلى الشرح. فالخطابي رحمه الله أيضا اختار 5 أبواب من هذه الأبواب التي ذكرها الإمام أبو داود وتناولها بالشرح، وذكر فيها 6 أحاديث. حتى الأحاديث كما قلنا تخير، فلم يشرح 13 التي ذكر أبو داود، وإنما شرح 6 أحاديث منها. فهذا الحديث الذي سمعتموه الآن هو الحديث الثاني من هذا الباب، من باب السواك، من باب السواك، وهو كما سمعتم يعني تعلقه بالسواك ليس كبيرا، إنما المقصود الذي يتعلق بموضوع السواك فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق على ذلك عليه أمر بالسواك، لما شق عليه أنه يتوضأ لكل صلاة، وأذن له أنه يعني بالصلاة يعني أجيز له صلى الله عليه وسلم ولأمته أن يصلي بدون حاجة إذا كان متوضئا، بدون حاجة إلى أن يعيد الصلاة، لكن في الأول كان أمر بذلك، أمر أن يتوضأ لكل صلاة، فلما شق ذلك عليه أنه يتوضأ لكل صلاة قال أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر رضي الله عنه يرى أن به قوة وكان لا يضع الوضوء لكل صلاة. استمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أن يتوضأ لكل صلاة وأنه قادر على ذلك، لا يشق عليه باعتبار أنه لا يشق عليه، فاستمر على ذلك على الوضوء لكل صلاة. وهذا كما قال ابن القيم كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم، كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، مع أنه رفع عنه ذلك، رفع عنه هذا الوجوب، الأمر كما قلنا وكما علمتم أنه للوجوب إلا إذا صرفته قرينة عن الوجوب إلى الندم، لكن الأصل فيه أنه للوجوب، فمع أنه رخص له ولأمته، رخص له صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلوات كما صنع في عام الفتح، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب، قال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، فقال صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر، يعني قالوا أنه لبيان أن ذلك جائز، لبيان الجواز أنه يصلي الصلوات 5 بوضوء واحد، لبيان الجواز، فقال عمدا صنعته. وإلا فغالب فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد، غالب فعله صلوات الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه يتوضأ لكل صلاة، هذا غالب. ولذلك تابعه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه الذي الصحابي الجليل الذي اشتهر بشدة متابعته، شدة المتابعة، حتى أنه المتابعة له صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له في غزوة من الغزوات، أو في مسير له إلى الحج أو العمرة أو غير ذلك، انزل تحت شجرة نزل في مكان موضع، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يتعمد أن ينزل في المكان، نفس المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنه كان مشهورا بشدة المتابعة له صلوات الله، حتى في الأمور التي ليست بلازمة، لا يلزم أحدا أنه ينزل في نفس المكان، هذا ليس بواجب، هذا واجب، أنه كل ما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ينزل المسلم في المكان يجب عليه ذلك، ليس بواجب، بل حتى وليس بمستحب إلا إذا أتعلقت به إلا موضوع يعني مسألة معينة متعلقة بهذا المكان به، أما مطلقا لا يستحب، حتى يستحب لكن حتى ذلك لا يكون ليس مستحبا، لكن ابن عمر رضي الله عنه لما كان معروفا أو كان موطنا نفسه على شدة المتابعة، مو متابعة فقط بل متابعة شديدة، يعني لا يترك حتى الأمور التي ليست بواجبة وليست بلازمة، والتي حتى تكون من مثلا بعضها من الأمور الجبلية ليست تشريعا، اللي فعله صلى الله عليه وسلم ليست بصفته
شارعا صلوات الله وسلامه عليه، لكن بحكمه بحكم بشريته يعني بالحكم الجبلة كان رضي الله عنه يفعلها مبتغيا ومرتجيا المتابعة، وأن لا يفوته شيء من هذه المتابعة حتى لو لم يكن يلزمه ذلك ولا يجب عليه بل لا يستحب أيضا، لكن مع ذلك كان ما يفرط في شيء من هذا. فلذلك يقول إيش كان لا يدع الوضوء. المهم أن في هذا الحديث يقول المنذر رحمه الله في اختصاره: محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه. وفي كلام في تخريج الحديث كلام كثير يعلم من ما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، وفي كتاب الدراية في تلخيص كتاب نصب الراية للحافظ الزيلعي في تفصيل كثير في هذا لا حاجة إليه الآن، لكن أن المنذر رحمه الله في اختصاره للسنن قال: في إسناد محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه، بعضهم يحتج بحديثه وبعضهم لا يحتج بحديثه. والذي يتعلق بالسواك في هذا الحديث كما قلنا أنه فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة. هذا موضع الشاهد لهذا الباب من هذا الحديث، وهو السواك، أنه أمر بالسواك لكل صلاة، وهذا سبق الكلام عليه في الحديث السابق الذي رواه أيضا أبو داود هنا في موضوع السواك، ورواه معه أيضا الشيخان، يعني أخرجه الشيخان كذلك ومع اختلاف في الألفاظ. فلفظ الشيخين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهنا لفظ أبي داود: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وبتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. بتأخير العشاء هذه كلهم أجمعوا على يعني على بالنسبة للشيخين خاصة ما ذكروا تأخير العشاء في هذا الحديث، إنما الذي في الصحيحين هو لفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أما عند أبي داود فهو الذي جاء لفظ بتأخير العشاء هذا تكلمنا عنه في اللقاء السابق، وأن تأخير العشاء عند أهل العلم هو إلى ثلث الليل هو الأفضل، إذا كان سهل على المأمومين فإن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، وما لم يشق على المؤمنين على المأمومين فإن شق ولو على بعضهم يكره تأخيرها كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والسبب في ذلك كما قال الإمام الخطابي هنا أفضلية تأخير العشاء، لماذا؟ قال: ليطول أو إيش قال؟ ماذا قال؟ ليقل حظهم من النوم، ليقل حظهم من النوم وتطول مدة انتظار الصلاة. أمران: ليقل حظهم من النوم، ما ينام. لماذا ما ينام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل العشاء، كره النوم قبلها والحديث بعدها كما في الصحيحين، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أو كان يكره النوم قبلها على العشاء، كان يكره النوم قبلها يعني العشاء والحديث بعدها. وهذا هو المشهور أيضا من مذهب الإمام أحمد أنه يكره النوم قبلها قبل العشاء إلا لمن وجد من يوقظه، لأن المشكلة أنه التأخير صحيح نهما هو الأفضل بدلالة هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أوشك أو كاد أن يأمر بتأخير العشاء لكن خشي من المشقة، مثل ما قال في السواك، فلم يوجب السواك ولم يوجب أيضا تأخير العشاء، وألا كاد أن يأمر بتأخيرها، فقالوا بأنها الأفضل إلى ثلث الليل أو إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أو إلى نصف الليل، والتفصيل أن وقت العشاء فيه وقت ضرورة وفيه وقت اختيار، وقت ضرورة ووقت اختيار، وقت الضرورة يمتد حتى إلى طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني أو الفجر الصادق، هذا وقت الضرورة، يعني مضطر الشخص إذا كان عنده عذر، حصل عنده عذر
ما هو مو بشكل دائم، لكن طر مرة من المرات بسبب قاهر عاقه عن أن يصلي العشاء في وقت الاختيار وفي الوقت الأفضل فأخرها، فإن وقت الضرورة يمتد على الصحيح إلى طلوع الفجر الثاني. يعني إذا طلع الفجر الثاني خرج وقت العشاء، لأنه دخل وقت الفجر، دخل وقت صلاة ثانية، فقبل ذلك يكون وقتا لصلاة العشاء. لكن وقت في وقت اختيار، وهو الوقت الأفضل الذي كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بتأخير الصلاة إليه، وهو إيش؟ إلى ثلث الليل. إلى ثلث الليل ورد في ذلك أحاديث السنن، ورد أحاديث أنه بالأمر بتأخيرها إلى ثلث الليل، وفي أحاديث أخرى أيضا في مستدرك الحاكم رحمه الله بأنها إلى نصف الليل. يعني لماذا قال الفقهاء لم يأتوا التحديد هذا الثلث النصف، ثلث الليل أو نصف الليل، لم يأتوا به من فراغ أو من عندهم، لأن ورد في أحاديث في السنن، في كتب السنن، في أحاديث أنه إلى ثلث الليل التأخير، تحديد التأخير إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل. وفي أحاديث أخرى في مستدرك الحاكم وغيره على أنها التأخير إلى نصف الليل. ولذلك قالوا هذا، قالوا أنه وقت اختيار إلى ثلث الليل، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه إلى ثلث الليل هذا وقت الأفضل إذا لم يشق على المأمومين، بشرط أن لا يشق على المأمومين. أما يؤخر إلى ثلث الليل ويشق على المؤمنين، يتضايقوا وينزعجوا، ربما يتركوا صلاة الجماعة حتى يصلوا في بيوتهم أو يصلي لوحدهم، لا، إذا في مشقة على المؤمنين بل ولو على بعض المأمومين فإنه يكره تأخيرها. إذا كان فيه مشقة على المأمومين أو على بعض، حتى على بعض المأمومين، فإن هذه الأفضلية تنتقل إلى حكم آخر وهي الكراهة، لأنه هذا أدى إلى تنفير المأمومين أو المشقة عليهم، المشقة التي خشي منها صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر أو تفادى الأمر بتأخير العشاء، وتفادى الأمر أيضا بالسواك عند كل صلاة، فهو خوف المشقة. فإن لم يأتي الإمام فيشق على المؤمنين يؤخر باعتبار أن التأخير إلى ثلثي هو الأفضل، فيشق على المؤمنين، يكون هذا العمل مكروها، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله في كتاب المغني وفي غيره من كتب الفقه. فتعرض بعد ذلك الإمام الخطابي رحمه الله على موضوع التيمم، لأنه قال الشارح رحمه الله وإن كان يتكلم أو يشرح على الحديث الباب ويذكر فيه الحكم المتعلق بهذا الباب من الحديث، لكنه مع ذلك يأتي بفوائد وإن كانت بعيدة، يعني ليست متعلقة بموضوع الباب، منها هذا، وهو قال يحتج بهذا الحديث الذي سمعناه الآن، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء إلى بوضوء كل صلاة طاهرا وغير طاهر. هذا الحديث قال يحتج به من يرى أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد. المتيمم لا، قال الذي يقول من الفقهاء، وهو كما بين ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، هؤلاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، ذهبوا إلى أن المتيمم لا بد أن يتيمم لكل صلاة، كل فرض ليس كمثل الوضوء، يختلف عن الوضوء. الوضوء قلنا أنه ما دام أنه لم ينتقد وضوءه له أن يصلي، حتى لو استطاع أن يصلي الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد جاز له ذلك، كما فعل صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، كما سمعتم في موضوع حديث عمر رضي الله عنه لما سأله عن ذلك. لكن التيمم اختلف عن ذلك، التيمم كما هو في مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا أنه يجدد التيمم كل ما أراد أن يصلي فريضة، ما يعتمد على التيمم السابق الذي تيمم مثلا لصلاة الظهر وآتت صلاة العصر، يقول لا أنا متيمم مثل المتبضئ فما يحتاج يتيمم، لا بد أن يتيمم لكل صلاة. فيقول الخطابي رحمه الله
أن هذا الحديث يحتج به من يرى أن المتيمم أن المتيمم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، وأن عليه أن يتيمم لكل صلاة فريضة. قال: وذلك لأن الطهارة، السبب الذي جعله يقول بذلك إيش؟ أنه الطهارة بالماء كانت مفروضة عليه لكل صلاة. هذا واضح. الأمر في الأول كان مأمورا بأن يتطهر يتوضأ لكل صلاة، والتيمم هو إيش؟ بدلا عن الوضوء. التيمم جعل بدلا عن الوضوء. فما دام أنه سقط عنه الوجوب في الوضوء لكل صلاة، أصبح يعني يجوز له أن يصلي بوضوء واحد عدة فرائض، يصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء. وعم عن هذا أنا أعتقد أنه صعب جدا، يحتاج إلى أن يذهب إلى المرحاض، ويحتاج، هذا صعب جدا يعني. لكن لو افترضنا أن أحدا استطاع فإن ذلك يجوز له. قال: التيمم الحق به. ليه؟ لأن التيمم بدل عن بديل عن الوضوء. فما دام أنه سقط إيجاب الوضوء لكل صلاة، فمعنى ذلك أن التيمم الذي هو بديل عن الوضوء أيضا يسقط، ما يحتاج إلى التكرار. معنى أنه تيمم واحد مثل الوضوء، بدون وضوء واحد يصلي 4 صلوات، كذلك يتيمم تيمما واحد فيصلي بعد الصلاة. لماذا؟ لأن التيمم بديل عن الوضوء، حل محله يعني، التيمم حل محل الصلاة. فما دام الأصل سقط عنه الإيجاب، إيجاب تكرار الوضوء على كل صلاة، كذلك نحن نسقط أيضا في التيمم. لماذا؟ لأن التيمم بديل عن الصلاة. فلما وقع التخفيف والعفو عن الأصل، لما صار التخفيف في الأصل، وقع الأصل، والأصل هو الوضوء، فصار جائزا أن يتوضأ وضوا واحدا، ما يكرر ويصلي بالصلاة ما دام أنه لم ينتقد وضوء. كذلك هذا نسحب الحكم هذا أو نجريه أو نمضيه أيضا على التيمم، لأنه بديل عن الوضوء. ليه؟ لأنه يقول باقي، لأن التيمم باقي على حكمه الأول. التيمم باقي على حكم الأول. يقول: لا، في العفو ولم يذكر سقوطه. يقول: لا، هذا لا يصلح. يقول الخطابي: هذا لا ينفع، لأن نعم الأصل وقع التخفيف به، لكن التيمم لم يسقط، لم يذكر في التيمم، لم يذكر سقوط التيمم. الشارع صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه عز وجل لم يذكر سقوط التيمم، إما تكلم عن الوضوء، معروف أن الوضوء شيء، صحيح أن التيمم بديل عن الوضوء، نعم يحل محله صح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التيمم. معروف أن التيمم شيء، عبادة مخصوصة معروفة، لها صفات ولها شروط، وكذلك الوضوء. فلو كان لو أن هذا الأمر يعني أن سقوط الإيجاب لإجاب الوضوء لكل صلاة أيضا هذا سقط عن في التيمم لبينه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه دل على أن التيمم باق على الأصل. التيمم باق على الأصل، وهو إيش؟ يعني يتيمم لكل صلاة، لأن هذا هو الأصل، هذا الأصل حتى في الوضوء، لكن هناك خفف في الوضوء فبقي التيمم باقيا على الأصل. الأصل ما هو؟ أنه يتيمم لكل صلاة، هذا هو الأصل الذي بقي عليه التيمم، هذا الأصل الذي شرع على هذه الصفة أنه يتيمم لكل صلاة، كما هو أصله وهو الوضوء، كان في الأصل أنه مشروع أنه يتوضأ لكل صلاة، ثم خفف عن الأصل وبقي الفرع أو البدل بقي على الأصل، وهو أنه يتأمم، يكرر كل صلاة يتأمم، لأنه السبب واضح، لأنه لماذا هو تيمم؟ عجز عن استعمال الماء، ما وجد الماء، فتكرار هذا لأنه يبحث، ملزم بأنه يبحث، ما يقتصر، بحث عن الماء في وقت صلاة الظهر ويقتصر على ذلك وخلاص، لا، يواصل البحث عن الماء بعد صلاة، بعد تيممه لصلاة الظهر، ما يقتصر على البحث الأول اللي قبل صلاة الظهر، ملزم أنه يتابع ويواصل البحث عن الماء، فقد يجده، ما وجده قبل صلاة الظهر، قد يجد الماء إيش؟ بعد صلاة الظهر فيتوضأ ويبطل التيمم، لأنه إذا وجد الماء التيمم خلاص سقط التيمم ما يصح، فلأنه ملزم بالبحث والتحري عن الماء بعد كل صلاة، ما يقتصر على الصلاة الأولى التي تيمم لها. هذا هو السبب في تكرار التيمم، لذلك بقي
على الأصل وهو أنه يكرر مع كل صلاة، يتيمم لكل صلاة بخلاف الوضوء الذي هو أصله، وهذا بديل عنه. هذا كله لوجود الكلام، هذا كله ليس هذا الموضع له، لأنه الموضوع هنا السواك، لكن لما ورد في الحديث هذه المسألة فتكلم عنها الشارح رحمه الله بهذا، لأنه يتكلم عن ما في الحديث من فقه، يقول وفيه من الفقه، في الحديث من الفقه كذا وكذا وكذا، يذكر الأحكام التي في هذا الحديث حتى لو كانت ليست من موضوع الباب. قال رحمه الله: ومن باب الرجل يستاك بسواك غيره. يعني يقول الأصل على الشيء، الأصل يقول الخطابي رحمه الله: إذا واحد اعترض علينا فقال هل لا كان التيمم تبعا له في السقوط؟ واحد يعني الذين يحكمون العقل، الذين لا يقفون مع النصوص الواضحة الصحيحة الصريحة، لكن يحكم عقله، والعقل أنت عقلك وأنا لك عقل، وهذا له عقل وأنا لي عقل، وكل واحد له عقل، وإذا تمشي الأمور على هذه الطريقة فكل واحد عقله يعني يعجبه ويرى أن عقله أصح من عقل غيره وهكذا. فالمهم، ويسمونها المدرسة العقلية هذه وإلى آخر التسميات. المهم أصحاب هذه العقول يقول لك إذا اعترضوا علينا، يقول الإمام الخطابي إذا قيل يعني هؤلاء المعترضون الذين لا تعجبهم النصوص، أو الذين يشكون في هذه النصوص، أو اللي يقولون حتى وإن كانت وردت في الصحيحين كما يقول بعضهم، فإنها ليست ملزمة، يعني لأن قد يكون خطأ من الراوي حصل، قد يكون هناك يأتي بحجج وأعذار يلتمسها لنفسه ليعارض بها النصوص الصحيحة الصريحة، بيعارضها بعقله المسكين، عقله بعقله القاصر الضعيف المسكين هذا. فيقول أمثالها لو قالوا لنا هل كان التيمم هل كان التيمم تبعا له في السقوط، ما دام سقط إيجاب الوضوء للأصل وهو الوضوء، هل هذه ايش حث حد اسقطوا، كان القضيه هي يعني قضيه تصويت يعني، او قضيه ايش رايكم يا جماعه، ما دام هناك سقط ايش رايكم نخليه يسقط ايضا في التيمم، يعني ليس كان قضيه محسومه شرعا، حكم فيها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، كان القضيه ليست كذلك، وان قضيه تصويت، فلان يقول كذا، فلان انت تقول كذا، الاكثريه كم الأكثرية، نأخذ بكلام الأكثرية، أليس كذلك قضية التصويت؟ لا، ليست قضية التصويت، هذه حكم شرعي محسوم بنصوص شرعية وبفعله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، ما تحتمل هذا التصويت ولا تحتمل الآراء ولا تترك نهبا أصلا للآراء. يقول قيل يعني في الرد عليه: الأصل أن الشيء إذا ثبت وصار شرعا لم يزل عن محله إلا بيقين نسخ. الأصل الشرعي، هذا تأصيل شرعي، الأصل في الشرع أن الشيء الحكم إذا شيء ثبت له حكم في الشرع، هذا الحكم لا يزول عنه إلا إيش؟ إلا بيقين نسخ، ما يرتفع الحكم هذا إلا إذا جاء ناسخ له، يصير الحكم هذا الذي ثبت له يرفع بالنسخ، النسخ يصير نافع، النسخ ناسخ شرعي أيضا، ليس ناسخا عقليا، ناسخ شرعي، نص شرعي، آية تنسخها آية، حديث ينسخه حديث، أو آية تأتي نسخا لحديث، على تفصيلات في هذا الموضوع في طويلة في موضوع النسخ، لكن المقصود أن النسخ أيضا يأتي نسخ الحكم، رفع هذا الحكم يأتي بناسخ شرعي أيضا، ناسخ شرعي بنص شرعي. حتى الإجماع لا ينسخ، على الصحيح أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، وإنما هو دليل على وقوع النسخ، يستدل به على أن في المسألة نسخا، لكن هو الإجماع بنفسه لا ينسخ، يعني ما نقول إنه هذا الحديث منسوخ بإجماع الأمة، لا، خطأ، الإجماع الصحيح أنه لا ينسخ ولا ينسخ، هو أيضا الإجماع لا ينسخ، لكن هو دليل على وجود النسخ. إذا جاء إجماع من الأمة على أن في مسألة معينة أن هذه كانت في السابق، هذه ليس سببها الإجماع، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ما من مسألة
هكذا. شوف يعني تقعيد أو تأصيل عام لا يشذ عنه شيء، ما من مسألة أجمعت عليه الأمة إلا ولها أصل في من نص شرعي من الكتاب والسنة، ما في مسألة إجماع أبدا، لا توجد ولا مسألة واحدة دل عليه الإجماع أو قيل بأن الأمة أجمعت عليها إلا الأصل فيها، إلا ولا بد، يقول لا بد من وجود أصل لها في الشريعة من الكتاب أو السنة، ولكن ذلك الأصل يخفى على كثير من الناس. أنت ما عرفت الأصل هذا، أنت تظن القضية هي في إجماع، هي في إجماع لكن ليس الدليل هو فقط الإجماع، الإجماع هذا أصله مبني في على دليل شرعي من الكتاب أو السنة، ولا يوجد إجماع هكذا بهذه العبارة، قال لا يوجد إجماع إلا وهو مبني على نص من الكتاب والسنة. تكلم على ذلك بكلام مفصل طويل ومحرر ويرجع إليه من شاء. المقصود أن الحكم الشرعي الذي جاء به لا يزول إلا بحكم شرعي آخر نسخ يقيني، هذه قضية أخرى. النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا بد أن يكون نسخا يقينيا وبمعرفة التاريخ. كيف يعرف النسخ؟ معرفة التاريخ، يعني حديث متقدم وحديث متأخر، المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، بدون هذا ما يأتي النسخ ما يصح، الحكم بالنسخ بالاحتمال باطل لا يصح. يعني قد يقول والله محتمل يمكن الحديث منسوخ، ما ينفع، لا بد أن يكون النسخ يقينيا كما قال هنا نسخ يقيني. إذا جاء ناسخ لهذه القضية لمسألة تيمم أنه لا بد أن يتمم لكل صلاة، هل جاء نسخ بهذا بيقيني؟ لا، ما جاء أبدا، لم يأتي نسخ لا بيقين ولا حتى بشك ولا حتى بشيء ظني، يعني ما ورد في هذا. الذي ورد أن التيمم يجب أن يكرره المسلم أو المصلي إذا أراد الصلاة في كل صلاة، وعلى ذلك الأئمة الثلاثة الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا وإسحاق ابن راهويه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومن باب الرجل يستاك بسواك غيره. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى قال يعني حدثنا حكم ذلك، حكم الحكم قصده بقوله باب في الرجل يستاك بسواك غيره، يتكلم على حكم ذلك كأنه يقول ما الحكم في ذلك، لأنه أحيانا يأتي بالسؤال، أحيانا الإمام أبو داود يأتي بالترجمة على بصيغة السؤال، كما قال سمعتم في السابق قال باب أيصلي الرجل، أيصلي هذا استفهام، أيصلي الرجل وهو حاق يعني حبسه البول، واحد يريد أن يذهب إلى المرحاض متوتر منزعج من البول الذي اجتمع عنده، فهل يصلي في هذه الحالة؟ فعقد الإمام أبو داود على الحديث الوارد في هذا بقوله بصيغة استفهام باب أيصلي الرجل وهو حاق، أحيانا بصيغة السؤال، هنا يقول باب في الرجل يستاك بسواك غيره، يعني هل يجوز ذلك؟ معنى الترجمة هل يجوز ذلك أو ما حكم ذلك؟ ما حكم أن يستاك الرجل بسواك غيره؟ هذا قصد الترجمة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، يعني اسمعوا الحديث الذي ورد في حكم هذه المسألة. نعم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أي أعطي السواك أكبرهما. قوله يستن معناه يستاك، وأصله مأخوذ من السن، وهو إمرارك الشيء الذي فيه حزونة على شيء آخر، ومنه المسن الذي يشحذ به الحديد ونحوه، يريد أنه كان يدلك أسنانه. وفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه، وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب ونحوها من الأمور. فيه بالأدب تقديم حق الأكبر، كبر كبر، قدم الأكبر قدم الأكبر، قالوا هذا إلا في حالة الترتب الجلوس، إذا كانوا جلسوا مرتبين فإن البداءة تكون بالأيمن، لما ورد في الحديث أيضا في الصحيحين
لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شرب اللبن، شرب اللبن صار يمر بالإناء، أمره النبي صلى الله عليه وسلم يمر بإناء باللبن بادئا بمن؟ بالأكبر ولا باليمين؟ بدأ باليمين، لا بدأ بمن يعلمين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان أصغر القوم، حتى ما دام أنه جالس على اليمين. هذا قالوا إذا كان المجلس مرتب على هذا، وهذا ذكره الحافظ رحمه الله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، تكلم على هذه المسألة، قال هذا وغيره أيضا، هو وغيره تكلموا على هذا، لأنه يتعارض يتعارض في ذهننا أو في ذهن السامع، تتعارض هذه المسألة، فيها أمران متضادان، إذا كان في أكبر وفي أيمن، عندنا أكبر وأيمن، نبدأ بالأكبر ولا بالأيمن؟ قال الأكبر هو البدء بالأكبر هو الأصل، الأصل لقوله هذا. هنا حديث أيضا، هذه مسألة أخرى، حديث عائشة رضي الله عنها يدل على أنها واقع حصلت، وأنه يعني حصلت في اليقظة، حصلت في اليقظة، وواضح أنها إيش قال كان رسول الله يستن يعني يتسوق، كما شرح الاستنان، قال أخذه من السن، وأخذه من السن وهو إمرار الشيء الذي في حزونة صعوبة، الحزونة الصعوبة الخشونة على شيء آخر، هذا معنى الاستنان، والمقصود به أنه كان يدلك أسنانه، يدلك يعني يتسوق، فهذا حديث واضح أنه في إيش، في اليقظة ولا في المنام؟ يقظة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان، أحدهما، هذه شهادة عائشة رضي الله عنها، رأت ذلك رضي الله عنها، أو حصل بمسمع منها، سمعت الواقعة أو سمعت القصة، هذه كانت قريبة فسمعتها أو شهدتها. لكن هناك ورد في بعض السنن، في أحاديث في السنن، أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت أو أريت، هذه أيضا تكلم على الحافظ على هذه الرواية في فتح الباري، فقال أنها رؤيا منام، أريت، قال أريت كأني أعطي السواك، نفس الحديث هنا لكنه في المنام. فقال الجمع بينهما، قال الحافظ رحمه الله، الجمع بينه وبين هذا وهذا، بين الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام، رأى ذلك فقيل له كبر في المنام، ورؤيا الأنبياء إيش؟ رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق وتشريع، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء رأوا مناما فيه حث زي هذا أو حظ يكون تشريعا، لأن رؤيا الأنبياء حق، ليست أما رؤيا غيرهم ليست تشريعا، واحد رأى في المنام أنه قال له صلي العصر اليوم أخرها ساعة، أخر صلاة العصر اليوم ساعة، يقول رأيت في المنام كذلك، الإمام مثلا يحتج يقول أنا رأيت أمس من الأنام واحد قال لي صلي العصر أخرها ساعة أو صلي الظهر قدمها عن وقتها نصف ساعة، يصح هذا؟ ما يصح، لا المنامات ليست تشريعا إلا للأنبياء، لأنها من أنواع الوحي. لماذا؟ لأن المنامات في حق الأنبياء هي من الوحي، هي جزء من الوحي، المنامات هي جزء من الوحي، وقد كان صلى الله عليه وسلم إيش أول ما بدأ به من الوحي، ما هو أول ما بدأ به؟ كما في رواية البخاري رحمه الله، أول في أول كتاب باب بدء الوحي، ها قال إيش أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي؟ الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فالرؤيا للأنبياء هي حق وتشريع، تكون تشريعا إذا فيها تشريع فهي صادقة، لأنها صادقة ولأنها جزء من الوحي، لأنها من الوحي. أما غيرهم لا، رؤياهم ليست تشريعا، رؤيا غير الأنبياء ليست تشريعا، ما يأتينا واحد يقول والله رأيت كذا، حتى لو فيه تأكيد لشيء مشروع مسؤول، لا يكون الاعتماد على الرؤيا والمنام، إنما يكون الاعتماد على الحكم الشرعي، وإلا كل واحد يأتينا بمنام ويألف أشياء وأحكام على مزاجه وعلى هذا بسبب منام يعني شيطاني أو منام ثقل عليه طعام من الأطعمة، فرأى أن قائلا يقول له إياك أن تأكل هذا الطعام فهو حرام عليك، يصح هذا؟ حرم عليه طعاما، حرم عليه ما أحل الله له هذا الطعام، خفف منه
أو أنه لا يناسبك لا تأكله، لكنه ليس حراما. هذا التحريم والتحليل هذا حق لله عز وجل ولمن بلغ أو من أذن له بالتبليغ عنه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أما ليس حقا لكل أحد أنه يحلل ويحرم من عنده، ما يصح. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أليس كذلك؟ هذا يدخل في الكذب على الله عز وجل، التحليل والتحريم، أن يقول إنسان بالهوى أو يقول أنا أشوف أنا أرى أن هذا حلال، والآخر يقول لا أنا أرى أنه حرام. لماذا؟ لأنه كذا، مثل ما سمعنا في السابق، هذا يأتينا واحد من أصحاب التحكيم العقلي هذا أو المدرسة العقلية اللي يسمونها أو سميها ما تسميها، فيقول لا ما هل لا جعلتم الآن دليل شرع عندك وكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم محسوم واضح، ما يحتاج إلى أن تقول هل لا، يعني تحثنا على أننا نغير أو نجتهد. الاجتهاد لا يكون مع مورد النص الصريح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق في فهم النص. أما اجتهاد يغير هذا الحكم الذي ورد به النص أو بالتشهي وبالظنون، وأنا أرى كذا، وإيش رأيكم يا جماعة، وهذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، تصويت، يعني عمل التصويت يصح هذا في الشريعة في الحكام الشرعي؟ يصح تصويت؟ ما يصح. الشريعة مبنية على أحكام، والأحكام مبنية على أدلة وليست على تصويت. وأن اختلاف العلماء بين المذاهب، يقول لك في عندنا مذاهب، في أبو حنيفة، في مالك، هذه ليس تصويتا، هذا خلاف سائغ، لأنه دائر فيما يتعلق بمعرفة المقصود بالنص ومعرفة أنه هل صح هذا النص أو ما صح، هذه واحدة. والثانية المقصود بالنص ما هو، ما له علاقة بالتصويت. أما التصويت أرى هذا وهذا يرى كذا، والثاني يرى ضده، والثاني يعني موافقة ومعارضة، موافقة ومعارضة، موالاة ومعارضة، يصح هذا في الأحكام الشرعية؟ ما يصح أبدا، ما يصح، لا يقول به عالم أبدا في مشرق الأرض ومغربها، وهذا أمر واضح للجميع ولله الحمد والمنة. نعم، يقول وأخرج مسلم معناه من حديث ابن عمر مسندا، يقول المنذر رحمه الله، وأخرجه البخاري تعليقا، هذا الحديث حديث عائشة. قلنا الجمع بين أي أن الرواية التي وردت أنه صلى الله عليه وسلم رأى هذا الأمر في المنام، قال له كبر كبر، يعني رأى في المنام من قال له كبر أعطي السواك للأكبر سنا، هذا رآه في المنام. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول بأن هذه واقعة حضرتها هي أو سمعتها رضي الله عنها. يقول الجمع بينهما كما قال، يقول حافظ بن حجر نجمع بينهما بأن نقول بأن ذلك حصل في المنام، ثم حصل بعد ذلك في اليقظة، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر قد رآه أيضا. واضح؟ يعني تضافر المنام، الرؤية المنامية تضافرت مع الواقعة التي حصلت، ما بينهما تعارض، المسألة واحدة بس إنها تكررت، كل ما في الأمر، غاية ما في الأمر أن القضية تكررت، حصلت مرة في المنام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من يقول له كبر كبر، ثم حصلت أيضا بعد ذلك في اليقظة. وهذا لما حصلت في اليقظة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الذي رأيتموه الآن، وهو أني أعطيت السواك للأكبر، أو قيل له قال أن كبر أعطي السواك أكبرهما، هذا رأيته في المنام، يعني النبي يخبر بذلك أن هذا أيضا رأيته في المنام، هذا الذي حصل في اليقظة كذلك رأيته في المنام، ما بينهما تعارض. هذا ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري لما تكلم على أحاديث السواك. نعم، في كتاب السواك، في الجزء الأول من فتح الباري، في الجزء الأول في كتاب السواك أو في باب السواك. نعم، قال رحمه الله وفيه من الأدب تقديم حق الأكبر من جماعة الحضور وتبديته على من هو أصغر منه، وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب. تقديم الأكبر، يقول سنة، ما هو بس فقط في هذا، تقديم الأكبر سنا، المقصود لما يقول الأكبر سنا، غالبا المقصود بالأكبر الأكبر سنا، كبر يعني كبر سنا، ولا هناك كبر في أشياء أخرى، في الأقدار، في المناصب، في كذا، لكن المقصود هنا كبر يعني السن، مراعاة السن لدلالة النصوص الشرعية الأخرى التي تحث على يعني إجلال الكبير وك
وإعطاء وتحث على إعطائه حقه من التقديم ومن الإجلال وكذا، نصوص كثيرة لا متسع، لا يتسع الوقت لذكرها الآن. المهم أن المقصود لما يقال كبر يعني كبر السن، ليس المقصود كبر المنزلة ولا كبر القدر، لأنه قد يكون الشخص صغيرا في السن لكنه كبير إيش في المنزلة والقدر. هل ينطبق عليه هذا كبر؟ لا، المقصود كبر يعني في السن، كبر الكبير في السن يعني. فيقول هذا التقديم للأكبر للكبير، هذا الكبير سنا، الكبير سنا لا منزلة ولا مقاما ولا منصبا، الكبير سنا. وقد تجتمع هذه كلها، قد يكون كبيرا في السن وأيضا كبير في المنزلة وأيضا كبير في المقام وأيضا كبير في المنصب، أليس كذلك؟ قد تجتمع هذه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قد تجتمع هذه الأمور في شخص واحد، كبير سن وكبير قدر وكبير منزلة وكبير، لكن المقصود أنه التكبير كبر يعني في الكبير سنا، هذا المقصود في النص الشرعي في الحديث. فهذا تقديم الأكبر سنا ليس فقط في هذا الموضوع بس، يقول القطابي رحمه الله، هذا أيضا يعني يقاس عليه أو يجرى كذلك في أمور أخرى، في السلام والتحية، يعني أنت تبدأ الكبير بالسلام، مو هو الذي يبدأك أنت، إذا كنت أصغر سنا تبدأ الأكبر منك بالسلام وكذا والتحية والشراب والطيب، أيضا تجعله هو الأول، اشرب أول الكبير ثم أنت تشرب بعده، الطيب كذلك يتطيب هو أولا ثم أنت تطيب بعده، يعني ليس في السواك فقط، نحن عندنا الكلام في السواك، الآن عندنا الكلام في السواك، لكن التكبير هذا التكبير يعني مو التكبير الله أكبر، التكبير يعني جعل الإعطاء الكبير حقه، التكبير هذا ليس فقط في السواك وإنما في أمور أخرى كثيرة كثيرة جدا، ومنها هذه التي ذكرها وهو السلام، أنت تبدأ الكبير السلام من الأدب، هذا من الأدب لأنه قال وفيه من الأدب، هذه كلها أدب، ليست واجبة يعني إذا فعلتها، لا إذا لم تفعلها فعلت العكس لا تأثم، لكنه من مما يوجبه الأدب، الأدب عملا بهذا الحديث، هذا أدب نبوي يسن ويستحب الإنسان أن يعمل به في السواك وفي غيره. يقول في السنة في السلام والتحية والشراب وهو السنة في السلام والتحية والشراب والطيب ونحوها من الأمور، وفي معناه أيضا في معناه نعم وفي معناه تقديم، قال رحمه الله وفي معناه تقديم السن بالركوب والحذاء، الركوب أيضا ركوب السيارة الدابة، ركوب السيارة، ركوب الطائرة، ركوب السفينة، الكبير يبدأ بالكروم، ما يجي الطفل صغير ولا شاب يتقدم والشايب وراه كما يصنع كثير من الناس، لا يبدأ الكبير، الكبير ركب السيارة أول، الكبير يبدأ يركب الطائرة أول، الكبير ركب الأول في السابق الدواب الجمال كذا، هو الكبير أبدأ، تجعله هو الذي يبدأ أنت بعده إذا كنت أصغر منه سنا، إذا تساوي عاد يتفقان بينهما على 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 من إذا كان في سن واحدة، لكن الكلام على الأكبر سنا، الأكبر سنا يتقدم في الركوب وفي الإيش قال وفي الركوب والحذاء والحذاء أيضا يلبس الحذاء هو إذا أنت خارج من المسجد الحرم ومعك والدك ومع أو معك رجل كبير في السن تمشي معه هو يلبس الحذاء أولا ثم أنت تلبس بعده، والطست أيضا طست تقدم له الطست حتى يتوضأ، مو تتوضأ أنت هو جالس ينتظر، لا هو يتوضأ أولا تأتي له بالطست حق الوضوء، هذا ال- 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 الكروانة هذا أو الإناء أو ال- ايش يسموها التي يتوضأ فيها بالإبريق معروفة يعني الإناء الكبير هذا طست يسموه، وما أشبه ذلك من الإرفاق الأرفاق المرافق المرافق التي فيها إرفاق وفيها مرافق، كل استعمال مرافق كل مرافق الدنيوية يستعملها الكبير أولا، هذه أدب الآن أصبح شبه مهجور، الآن تحصل الطفل الصغير الآن يتقدم على الكبير في الوضوء، يتقدم عليه في المشي، يتقدم عليه في ركوب السيارة، يتقدم عليه والكبير مسكين يعني من باب الأدب يسكت ولا يعترض، وربما استرجع في نفسه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبة هذه واخلف لي خيرا منها كما هي السنة، ربما قال ذلك في نفسه، لكن هذا لا يصلح لا يكفي، لابد أن نوطن الصغار السن من الطفولة، من الطفولة نغرس في 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 نفسه تقديم الكبير عملا بالسنة، نغرس في طفل على ما إن الغصون إذا لينتها اعتدلت ولا تلين إذا لينتها الخشب، إذا كبر الرجل أصبح كبير شاب كبير
يعني رجل كبير في السن بعد تبى تأدبه صعب التأديب، التأديب من الصغر، تغرس في نفس الطفل أن الكبير يقدم، يقدم حتى في الطعام كما قال هنا في الطعام الذي يبدأ في الطعام. الآن الناس ما نادر أن يفعل ذلك، يجلسوا على 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 المائدة في البيت يعني في العائلة الواحدة ويبدأوا يأكلوا قبل الكبير، قبل الأب أو قبل الأم أو قبل الأب، ليس أكبر من أبنائه ومن الأب ليس الكبير ولا أبناء هم الأكبر، الأبناء والبنات هم الأكبر أظن، هم جو قبله يعني، لا الأب هو الأكبر طبعا، الأم هي الأكبر كذلك لا شك في هذا، هم اللي أتوا يعني كانوا سبب في بمجيء هؤلاء، فبناء عليه كذلك الذي يبدأ بالأكل هو الأكبر، أو على الأقل يبدأ سويا، على الأقل يبدأ مع بعض يعني في وقت واحد لا بأس ماشي مقبول يعني، أما أنه يبدأ هذا يعني يعتبر واضح جدا عدم الاحترام للكبير وعدم التقدير له وعدم المبالاة به، وهذه شائعة مع الأسف ومنتشرة وعادية ولا شيء فيها، يرى الناس فيها لا شيء فيها، وهذا خطأ كبير وخلاف للسنة لا شك فيه، وفي هذا القدر كفاية. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وأن لا يجعل ما علمنا حجة علينا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجمع أجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.